تبارك الله عليكم خوتنا المتابعين، نهار جديد وفيديو جديد. كنتمنى من الله اليوم يلقاكم الفيديو ديال اختكم مريم تمام الصحة والعافية وباش ما كتمناو. دابا خوتي فين غتمشي فاطمة الزهراء؟ المولى غيموت وغتمشي تقدر. قلت لي عينها تخرجت من المدرسة ما بغيتش نخليها بمورايا. كنت زعما نقدر نوض بكري ونمشي نتقدى على ما تجي الوحده نجي قبل منها، ولكن قلت ما يقدنيش الوقت وغنتدرك، فاللهم نعينها حتى تخرج ونديها معايا ونخليها عند ماما كتفاهم مع البنات ويتهلاو فيها. ايوا وانا نمشي نقضي حاجه لراسي. قول عندي مع ماما نمشيو عند امي. ما كتعجبك امي مع عزيزه هذيك؟ اه يلاه يلاه الحبيب دابا غنمشيو وبقاو معنا حسن نوصلو. صحيح ناخذ خرج بيهم حميد ليه. عندك الدري حط رجليك كالي. انا ملايات نشفو خواتاتيات. لا تعال خرج برا بنتي. شوفوا زياد، خلي زياد يكسير يا حميد. زياد دير فن دير فن. وري وري يا حبيبي واش يدير في الصندالة دميك اخوتي. راه تلالف سيس برديتك كدبرها ما بغيتش نبزز عليها، خليها تمشي مرتاحة. يلا اخوتي انتم معنا على اساس اللي باقي عاقل على هاد الانصومبل يكتبها لي في الكومنتيرات. خوتي كاين شي حاجة كتشريها والله اخوتي الا فلوسها حلال كتلبسي وتعاودي 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 وكتبقى باقي فيها ما يتلبس. 100 درهم هادي 3 سنين وانا نلبس ونشري الحاجه ب 4000 و 6000 وما تدوش عندي تسنى. 100 درهم اخوتي بتبيع على الله يكبر عليك مريم مزيانين هانيين صحه مزيان الله يكبر عليك مخزي اعزاز. وانا غادي انا مريم جديدات ان شاء الله غاتشوفونا ان شاء الله شنو تقداو تابعونا ان شاء الله الله يكبر بك. السلام عليكم. صراحة انا خوتي واخا صورة سيدي ماشي مشكل، احنا في واحد المحل اللهم بارك لهذا السيد هذا والله نتمنى ندخلوا عليه بالرزق والتيسير يا رب العالمين. هبطنا هاد العشية خوتي على حسب انا اخذ واحد الكادو كنتمنى مواليه يقبلوا عليه ويعجبهم. خوتي دابا جينا لهذا المحل كيبيع الكساوي الحوايج الخروج تريكويات البيجامات النفايس العرايس كل شيء كاين تبارك الله على من ما قلبت. ها نصوروا لك المحل الشري. المهم جينا خوتي ناخذوا بيجامات مثلا حوايج الخروج. دابا بنادم اللي عنده غير جوج بياسات ولا ثلاثه ديال الخروج من بلا ما يقوي بزاف كيبغي بنادم ما يلبس في الدار باش يخرج. هذا بخوتي بغيت نشري هاد الكاطمه هذه ديال تركيا قلتي لي قال لك ما كيتحبب ما تيشرب ما والو عافي عليه الله عشان حيت خواتاتي اللي تنقولوا في التعاليق راه ما شربت ليش البيجامه تيقولوا لي الله يعفو عليها. ها انتما خوتي هاد البيجامه خديت ليها هاد اللوين هذا. ها كيفاش كتجي البيجامه خواتاتي فيها الالوان والاشكال. ها انتما دابا هي حيت كتصور معاكم فكيخصها تلبس شي حاجه محترمه وما راه عطاني واحد الكاطمه كاين اللي تيقول لها بيجامه حنا كنقولها كاطمه ديال الدار. انا نوريكم سيدي وراني الشريف زيد حامد هنا هذه حتى هي فيها الشكيلات زوينه هذه ولكن كتجي غير صاصيه فهمتوني ولكن كتحمق وسخونه ديال البرد تبارك الله على توفيها كيحمق. ها انتم اللوينات ديال ديك البيجامه اللي بارطاجيت معاكم شتو خواتاتي كاين الزرق كاين المخضر
هاد اللون عندها هي هاد اللون عندها باش انا ما بغيتش نشري لها نفس اللون فهمتوني هذه عجبتها اخواتي ولكن خفت نديها لها وما تلبسهاش فهمتوني اخواتي ما هي صراحه فينا انا نوريكم تسروالها كيفاش هي شاهد اللهم بارك وزيد في ذلك ها السروال كيفاش كيجي وسخيخنين تيجي محصره معريره مع هكا كوات ما واعر واعر يا ضايب بياسه فينا ديال البرد هي دابا جا وقت البرد صراحه عاد هاد البنيته هذه ايوا مولات الكادو تلبسي وتعاودي ان شاء الله القد. مولات الكادو تلبسي وتعاودي ان شاء الله حنا خصنا باش تبان معاكم وتصور بكل اريحيه فهمتوني داكشي علاش مو هاد البيجامه هذه عجبتني انا الحاجه اللي شفتها وعجبتني من اول نظره صافي هذه عجبتني من اول شوفه زعما الله يسخر له في هاد المحيي المسكين بارطاجي المحله حميد مع الناس مرحبا ورينا شريف البيجامه الصواري المبرا كاين شي تويب اخر هذيك زعما فاش حاجه مزيانه دابا وريني نشوف هذوك ياس لا لا شوف هاد النويه اخوتي هذيك واعره واو هذيك خطا هذيك قتلتها هذيك مره يلاه العرايس والله الا ديك زينه بالله راه حيتي هذيك عليها لا عجبتني هذه ياك والله الا بالله انتما خواتي تاعي جبدها واو هذيك البيضه عاوتاني هذا خواتي تيلبسوهم العرايسات النفيسات وحتى اللي كتبغي تحسب راسها عرايسه شوف اخواتي الجديدات وما كيشربوا ما والو التوب زوين يعني ما تخافيه يتحبب ما تخافيه هذا التوب انا مجربه زعما ماشي عاد هانتوما الجهه حامد في القد لا تجيها والله تجيها بالله انا عارفه انتما خواتاتي عارف خويا رشيد خوتي غناخذ لها هذه شوفوا اليدين شوفوا التفاصيل اصير الله يعطيك الصحه شريف غنتفاهموا معها التام انا عجبتني هذه انا اللي عجبتني وغنخاويوها لها بشوي ناس كي هذه كي هذه كي هذه هاكا شي اللوينات اللي اختاريت لها خوتي هذاك الغوز عندها هي الغوز عندها الكاشيري فهمتوني بغيت ناخذ ليها لوينات سبيسيال ما دايرينش عندها البيجامه عجبتني انا شوفوا البيجامه والله الا بيجامه وعلى بالله شريف وخا تبار على العزيزه الغاليه بقاو معنا خوتي تنتفاهموا مع الثمن ونرجعوا لكم باش ناخذوا لها ها كتبيع الشيران لا ما كتبيعش اذا خصنا ناخذوا الشيران بلاصه اخرى يلا شريف صافي بصح انا يا شريف كلشي بالخاطر حتى حاجه هانتوما خوتي دخلوا على السي حسن شوب هاني مينو التليفون ديالو الانستغرام تيك توك في سبيل الله راه كيقولوا لي اللي درتي الاشهار راه كتدي الحوايج بلا فلوس رد عليهم شريف واش مخلص ولا لا الله يسهل عليك صافي يلا الحباب بقاو معنا احسن نكملوا معكم فيديو سي دابا جينا نخاوي الشيلان ديال هاد الحويجات خديت لها هاد الشال هذا قريب لهادي غير مغمق عليها شويه هادي ما لقاوش الزرق مغلوق شويه هاد اللون ما جايش مع هادي هاد اللون هذا ما جايش مع هادي شي لون وقيلا عاد خرجوا زوينين كي 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 تيريو تبارك الله عليكم اخوتي من بعد ما خدينا الحويجات اللي بارطاجيناهم معكم دابا خوتي جينا المرجان غناخدو شي صوالح وغتبقاو معنا ما تمشيو فين حمي دوزنا على داك السيكتور هذا اه هاجي غناخدو شي صوالحات شي تقضيه بسيطه انتما غتبقاو معنا حتى تبارك الله عليكم اخواتاتي من بعد ما خدينا الحويجات جينا المرجان هاد القضيه كامله اللي كتشوفوا راه ماشي ليا من غير الحاجه اللي هتشوفوا فيها جوج حاجات هي اللي غندي منها حاجه فهمتوني الشيء الاخر كامل ماشي ديالي بحال دابا غير حبوباتي واوني هو اللي ناخذ حاجه حيت شاريه جوج حاجات فهمتوني هاد القضيه كامله لهاد الناس اللي حنا غاديين عندهم كل واحد خيرو في دار اخوتي العزاز وانما ما بغيناش نمشيو بيدينا خاوي نتوما مالين الخير ونتوما مالين
الرزاق والله يقوي علينا وعليكم الرزاق اخوتي. المهم حاولت ناخذ كل شيء، تيد اوني سنيده، الكوفيتير، الزبده العطريه، خدينا اللحم، الطعام، الصفه، كنحاول نقول لكم شنو كاين، القطنيه، شنو اخر عاوتاني خدينا، خدينا الخمارات اوني المايونيز، جابير، معطر جو، الزيت. كنحاول اخوتي كلكم كلش، ولكن راه ما مريتكمش كلشي اخوتي هانتوما العزاز. خدينا السميده، خدينا شنو اخر خدينا، خديت بيدو زيت كبير، خديت زيوفه باكيه ديال الكيسان، شنو اخر خوتي، هاد البلاطو ديال البيض نسيتو في مرجان، وتخيلوا معايا هادي المره الثانيه وانا كنسى بلاطو ديال البيض في مرجان، هادي المره الثانيه. المهم خدينا الشعريه الصينيه، الروز، جفايف، هذا ديال التسياق، هذا ديال الدوش، جيل دوش، صابونه، شنو اخر خدينا، خدينا الحلوى للدراري، الخل، كلشي 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 كلشي. صافي كنتمنى هادشي يعجبهم، وان شاء الله نتوما تبعوا معنا فين غادي نمشيو وعند من غادي نمشيو. خليكم مونتير زوين، وها حنايا معاكم. راني زربت اخوتي المقطع باش زعما ما يجيكمش طويل وممل. خدينا الحليب، حتى الحليب خديناه نتوما. هنا حميد راه كيجمع اخوتي هادشي، دانون الوليدات، هنا دزت شربت القهوه، ماشي قهوه زعما عصير. راه حميد، راه حميد فين مشى؟ عرفت راه حميد، قول جيت المرجان. اقول جيت امك المرجان، جيت المرجان، اقول كيف بقيتي بو؟ الحمد لله درتي مع الصحيحه. راه حميد ملي كان حصل كان عيط لك، انت كتحصلي تنمرتي ما عندك ولا لا خطك، قال عندي ما عندي شي الرفار، جاب لي لا تصح الله يكون لك العون. شوف جاب لي حميد 20 درهم درتها كونيكسيون وصوريت على زهير واتساب. لاباس هو جاي سوقتي سوق لابا ايوا على مولاي الله يسهل عليك على مولاي. غاب عليه با خوتي تا تا 10 سنين ملي كيرجع كيعقل عليك. جيت المرجع ندوز على فاطمة الزهراء. نسالك فاطمة الزهراء ونطلع، ما دايراش البسالة عندكم؟ لا عفايلة هي كتموت تجلس عندكم. جيت حدا امها كتسولني على رانيا فوق كتجي من المدرسة. اه